مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض وصفة صدر التركي. احنا بنشتري صدر التركي مجمد زي هيك، بيكون مبهر وحاضر فيه عليه صوص. اول اشي رح نبلش انه رح نقلي هذا الصدر. هلا ضفنا معلقتين كبار من الزيت، ما رح نضيف بهارات لانه هو اوريدي زي ما حكينا عليه بهارات. هلا بعد ما نقلى الوجه الاولاني عنا من التركي رح نقلبه على الجهة التانية. هلا رح نترك الجهة التانية اللي قلبناها تتحمر، بعدين منبلش نزيد لها مية عشان تستوي. هلا جنب التركي رح نعمل الخضار مقلية اللي هي بصل، بازيلا وجزر. احنا هون مفرمين البصل ناعم كتير، حطينا معاه معلقة زيت ورشة ملح. رح نقليهم مع بعض وبعدين نضيف لهم البازيلا والجزر. هون استوى عنا التركي وقطعناه عشان نقدمه جنبه الخضرة اللي احنا قليناهم مع بعض، وبنفس الوقت عنا الجريفي اللي هو اوريدي بيجي حاضر مع التركي المجمل، بس منسخنه ومنحطه بهذا الشكل. صحتين وعافية، ان شاء الله تحبوا الوصفة. ما تنسوا تعملوا لنا لايك سبسكرايب وشير.